السلام عليكم. يحتاج اليمني الراهن إلى نظرية شاملة تركز أولاً على اختراع كبريائه، إلى مخاطبة الإنسان الأول في أعماقه، إلى استعادة شاملة لذاته وترميمها، إلى معالجة نفسية عامة بقدر من القومية اليمنية. بهذه المضامين تحدث الكاتب مروان الغفوري عن ضرورية صياغة نظرية لاستعادة ذات اليمني وكبريائه. هذه الكتابات والأفكار والخطاب المتصاعد للهوية اليمنية تعكس كل يوم حالة انبعاث جديدة لها علاقة باستعادة الهوية اليمنية والكيان اليمني كمدخل لاستعادة الدولة اليمنية التي تعرضت للانقلاب والاختطاف. منذ ثورة فبراير برز حراك شبابي يتحدث عن الإيمان بالإنسان اليمني الحر والمستقل في وطنه، وينادي بأن اليمنيين أمة واحدة قائمة بذاتها يجمعها اللغة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة. هذا الخطاب الإحيائي يحاول مجدداً النهوض واللحاق بركب الحضارة الإنسانية على أسس وطنية تاريخية، وكما تقول الأدبيات على أنه ينشد بناء وطن بسواعد أبنائه والتأسيس لجيل أكثر وعياً بحضارته وتاريخه الحقيقي ولغته اليمنية وكذلك الحضارية التي أسست ممالك عظيمة في وطننا اليمني الكبير. غير أن ذلك الخطاب يبرز في بعض مضامينه نزعة تطرف قائمة على فكرة التخوين والإلغاء وغير مستوعبة لطبيعة التحولات السياسية التي تمر بها اليمن، وفكرة المواطنة الحديثة والدولة الاتحادية التي يقاوم اليمنيون لأجل تطبيقها بعد إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. مشاهدينا الكرام، حول الخطاب المتصاعد للقومية اليمنية الدلالات والأبعاد ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فأهلا بكم ودعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أرضنا الغالية ميراثنا الأكبر، معان بالغة الحنين والتعبير تعكس أشواق اليمني إلى ذاته الحضارية وجذوره التاريخية التي تعرضت للسحق بطريقة أقل ما يمكن وصفها بسحق الاعتبار بالنسبة للكيان اليمني والقومية اليمنية. منذ ثورة فبراير تشهد الهوية اليمنية انبعاثا جديدا وإحياء تراكميا من خلال خطاب ينمو كل يوم وينتشر وسط الشرائح الشعبية، وخصوصا فئة الشباب من خلال المنتديات وقنوات الإعلام الحديث، يتشابه مع حالة الوعي بالهوية التي رافقت سبتمبر وأكتوبر. ملامح جديدة وخطاب جديد واستحضار للنقوش اليمنية والرمزيات الحضارية وأفكار تخلق جدلاً واسعاً له علاقة بإعادة تصحيح الهوية والذاكرة التاريخية لليمنيين التي تعرضت للتزوير كما يراها أصحاب الدعوة اليمنية. النقاشات عكست الوعي بالحضارة اليمنية والروح اليمنية عبر التاريخ، لكن هذا الوعي تضاعف أكثر منذ الانقلاب والاجتياح، وبرز كخطاب مقاوم للمشروع الإمامي السلالي يراه رواده وعياً ممهداً لثورة فكرية، ويراه غيرهم مجرد ردة فعل للعودة الإمامية عبر الجماعة الحوثية. أمام هذا الجدل يتابع مراقبون مدى انعكاس هذا الخطاب المتصاعد على القضية اليمنية في اللحظة الراهنة ودولة المواطنة المستقبلية. وهل تشهد اليمن انتشاراً واسعاً للهوية والوعي بالفكر الجمهوري الذي تعرض للمحو من الذاكرة الجمعية بفعل السلطات المتعاقبة؟ الأفق اليمني الواسع والدولة اليمنية الاتحادية عناوين مرحلة التحولات اليمنية الراهنة. أن يتم علينا نعمة الأمن والأمان. غياب فكرة المواطنة كفكرة إنسانية حديثة أبرز المآخذ على خطاب القومية اليمنية الذي يتصاعد كل يوم، والذي أصبح يعرف نفسه على أنه خطاب قائم على إحياء الإرث الحضاري لليمنيين. تيار الوعي الوطني الذي ينخرط كل يوم بشكل أوسع في قلب التحولات التاريخية يرى في وثيقة الحوار الوطني رؤية موضوعية لمستقبل الدولة اليمنية الحديثة، في انتظار الحامل الشعبي الواسع المنتمي للهوية اليمنية الجامعة وللدولة اليمنية الاتحادية. إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا لمناقشة هذه الحلقة العديد من الضيوف. نبدأ بالأستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ معن. بداية أود أن أسمع منك، ما هي أهمية استدعاء الهويات المتضادة في مراحل صراع كالوضع أو مراحل صراع تعيشه اليمن حاليا؟ هو في الواقع كل المجتمعات والشعوب والقوميات والثقافات التي مرت بأزمات أو دخلت في مراحل انحطاط عند حدوث جديد ما، عند حدوث أزمة جديدة، دخول مرحلة تاريخية أخرى، يصعب على الناس إيجاد المعنى والتسمية، فيلجؤون في العادة إلى رموز الماضي، إلى جزء من الثقافة القديمة. والعبرة في الواقع في المعنى الذي وراء هذه الرموز والشعارات، هل هو معنى تقدمي ومضمون تقدمي، أم هو معنى رجعي، أم هو فقط تعبير عن الأزمة؟ في الواقع كل الشعوب والحضارات والقوميات مرت بهذا الشكل من التعبير، ما فيها حتى الحضارة الأوروبية في عصر النهضة. وفي الحالة اليمنية طبعا الحركة الوطنية والتقدمية أخذت كثير من شعارات ورموز الماضي، كثير من قادة الحركة الوطنية أخذوا أسماء رمزية وكانوا يكتبون بأسماء قلمية تاريخية، أو كانوا أيضا لديهم أتوائم فارية تنتمي لمراحل تاريخية مثل عبد الفتاح إسماعيل الذي كان يكتب باسم ديزن وكان اسمه الحركي في الواقع. الأستاذ راشد محمد ثابت كان يكتب باسم دو نواس. كثير من الأدباء اليمنيين، الدكتور عبد العزيز المقالح في الواقع لديه ديوان باسم الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل. نعم. جزء كان تعبير عن مرحلة معينة من السعادة الرموز الوطنية، لكنه كان في إطار الحركة الوطنية التقدمية، لم يكن تعبير عن أزمة هوية بقدر ما كان محاولة تأسيس الوطنية اليمنية على جذور تاريخية. والأهم من ذلك أنه كان تعبير عن الوطنية اليمنية الجديدة التي نشأت في الأربعينات والخمسينات، التي تستند بفكرة الوطن والمواطنة والارتباط بالهوية القومية. لأننا عندما نتحدث عن هوية في بلداننا، المكونين الرئيسيين لهذه الهوية هي الإسلام والعروبة. نعم. وتطور الثورة العربية أثبت طبيعة الارتباط القومي والعربي. الثورة التي انطلقت في تونس تحركت في أربع جهات الأرض العربية ليس خارجها، وإن كان هناك تجاوب حتى في أمريكا وفي شعوب كثيرة، أما بقت المناطق التي تتحرك في أفق ثورة هي مناطق عربية، وهذا يدل أن الارتباط القومي العربي هو ارتباط استراتيجي وليس مجرد مسألة معنوية أو نفسية. نعم. إذا كيف تنظر أستاذ معن لمن يقول أنه لابد وأن يتم استدعاء هوية ما في مواجهة أي هويات صغيرة تظهر مثل ظهور العنصرية السلالية مثلا، ما رأيك في هذا الطرح؟ المسألة في الهوية أنه ينبغي أن يتم فهمها في مستويين، أول شيء فهم التاريخ، والمسألة الأخرى فهم مسألة ومفهوم الهوية. أول شيء التاريخ هو يحفل دائما بالجديد ولا يستعاد بشكله الكامل على الإطلاق، ولفهم تاريخ اليمن وتاريخ المنطقة العربية والإسلامية لا نستطيع أن نستعيد الماضي كما هو أو نتخيل أنه مستمر كجوهر ثابت. خلال 1500 سنة تغير الكثير وتغيرت الأحداث، وما كان تقدميا وإنسانيا وأخلاقيا في يوم من الأيام مثل الدولة العربية الإسلامية التي كانت في يوم من الأيام يعني التعبير على أفضل إنجازات الحضارة الإنسانية الأخلاقية والثقافية والعلمية، انتكست وتحولت إلى يعني كائن متخلف ورجعي وسجن الشعوب. والموقف من الأسماء والأشخاص ينبغي أن يستوعب هذا الجانب التاريخي، تغير التاريخ وعدم تجوهره. والمسألة الأخرى تتعلق بمفهوم الهوية نفسه. الهوية حتى لا نذهب في سرد المفهوم الفلسفي وهو أساسا موجود من أرسطو الذي أخذه من علم الأحياء، هي أيضا بدورها مفهوم متغير، بمعنى أنها لا تنتمي إلى الماضي ولكنها تنتمي أيضا إلى المستقبل، وهي متغيرة وليست ثابتة ولا جوهرانية. وآخر الدراسات العلمية في إطار علم الاجتماع الثقافي وعلم التاريخ تعود بالفكرة الهوية والقومية إلى المتخيل. بندكت أندرسون صاحب الكتاب الجماعة المتخيلة
يعيد القومية إلى المشاركة في مخيال اجتماعي واحد. مشاركة هذا الخيال هو ما يجعل شعب من الشعوب أمة واحدة توجد أساسا بامتلاك مخيلة مشتركة. من هنا أهمية الأفكار ومن هنا أهمية الهوية، لكن تصورها جوهرية وسرمدية ولا تحول ولا تزول ولا تتبدل، واعتبارها منجزة في الماضي يجعلها في الواقع تلعب دورا رجعيا كما هي في أغلب الهويات الرجعية كما نشاهد في الحركات الأصولية الإسلامية بشكل عام. نعم، إذا أستاذ أمان يعني انضم معنا في هذا الحوار الأستاذ بشير عثمان الكاتب من ماليزيا. مساء الخير أستاذ بشير. مساء الخير أستاذ، مساء الخير لك والأستاذ معن. أهلا بك، فرصة سعيدة أن أنا أكون معكم الآن. أهلا بك. استمعت لجزء ربما من حديث الأستاذ معن دماج في مسألة الهوية وتعريفها وأيضا الأبعاد التاريخية التي لابد أن تتأطر بها. يعني يجد الأستاذ معن أن يعني ما من مرحلة تاريخية أو متحول تاريخي يصيب أي بلد إلا أن هناك تظهر يعني ظاهرة اللجوء إلى رموز الماضي، لكنه يتساءل يعني هل هذا العودة للماضي هل هو رجعي أم تقدمي؟ أترك لك الإجابة على تساؤل الأستاذ معن. طبعا أنا سمعت جزء من حديث معن، أعتقد أنه طبعا أنا أتفق مع معن في كثير من النقاط وأطمن معن أنه أيضا الحركة القومية أو التيار القومي الذي نحن في صدده اليوم هو تيار تقدمي وليس تيار رجعي كما يتخيل الكثيرين. ايضا نحن نطرح في التيار اكثر تقدميه مما طرحته الحركات القوميه التي الحركات القوميه سواء في الستينات او في الخمسينات من افكار تقدميه او حتى افكار على مستوى حقوق الانسان. اعتقد اننا نطرح افكار متقدمه للغايه، نحن نطرح فكره العلمانيه بشكل واضح وصريح، نطرح فكره تحديث المجتمع، نطرح فكره العداله والمساواه المطلقه بشكل جذري بين الرجل والمراه، نطرح افكار اكثر شجاعه واكثر جرعه. نحن ايضا نتمثل قيم اكثر قوه على المستوى الفكري، الاخلاص، الوضوح، الشجاعه. اعتقد اننا اكثر ليبراليه واكثر تمكن ايضا مطرحات مجتمعنا عن يطرح. نعم. طيب أستاذ بشير، يعني هناك مخاوف يعني من أن تكون هذه الحملة موجهة لخلق شرخ جديد في تركيبة المجتمع، هل يتم تقدير هذه المخاوف؟ أعتقد أن المخاوف هذه غير مبررة. أولا أنا في الفترة الماضية كان هناك تقليل وعدم احترام حتى لوجود فكرة أو طرح لفكرة الحضارة. أولا نحن لا نطرح إعادة تعريف للهوية، أولا نحن ننطلق من فكرة أن الهوية هي الهوية اليمنية فقط، لا نمر بإشكاليات وإشكاليات التعريف الفلسفي أو التعريف حتى ما طرحه المفكرين. طبعا في أكثر من تعريف لفكرة الهوية وهو مفهوم نسبي متطور، مثلا طرح الحائز على نوبل مثلا، واخر اطروحات او قرات انا مثلا له اخر اطروحات، ايضا هناك اطروحات كثيره لفكره الهويه، لكن نحن نطرح الهويه هي في هويتنا اليمنيه فقط. هويتنا اليمنيه طبعا اعتقد انها ليست اشكاليه، وانا ايضا اعتقد ان الموضوع ليس موضوع هويه وانما موضوع اعاده تعريف للحضاره اليمنيه. طبعا نحن نعيد تعريف الحضاره اليمنيه من مبدا انها العنصر الدائم الطبيعي لوجودنا الحضاري أو وجودنا حتى كهوية جامعة لنا كيمنيين. نحن بحاجة إلى أصول ثقافية، وأصولنا الثقافية طبعا هي بإرثنا أو بحضارتنا القديمة. نعم، يعني أسألك أستاذ بشير، نعم أسألك يعني ما هي القيمة التي يعني قد تخرج البلد مما هي عليه باستدعاء أو بإعادة تعريف الحضارة اليمنية بهذا الشكل؟ ولكن يعني بعد أن أنتقل للأستاذ معن ليعلق على ما طرحته من فكرة أو الفكرة المراد لها، يعني هي يعني يجد الأستاذ بشير أنها حركة قومية يعني في البيان الذي أصدرته تنادي بالعدالة، تنادي بالمساواة، تنادي بالمواطنة، وأهمها الأول والأخير هو الهوية اليمنية، ولا يوجد أي مخاوف يعني من وجهة نظره لأي شرخ قد يحدث. ما رأيك أستاذ معن؟ أولا تحياتي للأستاذ بشير. هي المسألة يعني أنا أناقشها بالأساس كفكرة يعني ما يعني ليس كتيار سياسي أو أيديولوجي. بالتالي هي المسألة أنا أفهم أغلب الأمور التي تحدث والتي حدثت في 6 سنوات الأخيرة
في إطار الثورة العربية، في إطار الزلزال الفكري والاجتماعي والاقتصادي الضخم الذي شهدته أربع جهات المنطقة العربية وشمل بصداها العالم، وهو في الواقع الذي أعاد الأسئلة وأعاد بعث الحركات وأعاد إحياء أشياء كان الجميع يعتقد أنها قد انتهت وماتت، وعلى رأسها فكرة الثورة نفسها. نعم. وطبعا الثورة العربية وإن كانت تبدو الآن في مرحلة انحسار ليست يعني حدثا جديدا من نوعه. العودة للأسئلة الإنسانية الكبرى ما فيها سؤال الهوية أمر طبيعي في هذا الحدث. إذا تحولت المسألة إلى برنامج أو إلى تيار سياسي أو إيديولوجي فالمسألة ليست في الشعارات الكبيرة، المسألة في المضمون الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهذا التيار السياسي. نعم. والمسألة لا تتعلق بالمخاوف، المسألة تتعلق أنه منذ اللحظة الأولى إذا عدنا لثورة العربية كان الأمر الأساسي بين تيار يسعى إلى فرض الجهات والناس والمجتمع على أساس الموقف من الثورة أو الانتماء للنظام القديم. الأيديولوجية والأداة الأساسية التي تبعتها الأنظمة الحاكمة في محاربة ومحاصرة الثورة العربية كانت تستند على وجهين، من ناحية إعادة فرض المجتمع على أساس المكونات الأولية والأهلية على أساس قبلي وطائفي وجهوي كما شاهدنا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وحتى في مصر وحتى جزئيا في تونس، ومن ناحية أخرى يعني كانت جعل السؤال الأساسي الذي هو سؤال السلطة وسؤال الثروة وتغيير النمط الاقتصادي والاجتماعي يتراجع لمصلحة مسائل مثل محاربة الإرهاب. نعم. وتصوير أن الخيارات هي بين النظام القديم وبين الإرهاب وإثارة أسئلة من هذا النوع وذاك وتعمية الناس على أن الموضوع الأساسي هو أن النمط الاقتصادي والاجتماعي والنظام السياسي الذي كانت ترتكز فيه هذه المنطقة من العالم اللي هو المنطقة العربية لم يعد صالحا ولابد من تغييره. نعم. الحركة الإسلامية للأسف ساهمت في تحويل الصراع من طبيعة تغيير النظام والخيارات الاقتصادية والاجتماعية إلى مسألة الهويات الرجعية الإسلامية كما شاهدنا، والتي استغلتها طبعا كثير من أجهزة المخابرات والأنظمة في تطوير الرعب الإسلامي كما نشاهد بالأساس في سوريا وحتى محاولة صبغ المسألة في اليمن حتى. نعم. أنت تتحدث يعني عن الحركات الإسلامية. نعم أستاذ معن، ولكن يعني هناك ظهور جديد لحركة مختلفة تماما، يعني ليست ذات مرجع ديني معين وإنما هي تود العودة للتاريخ لحضارة اليمن، وبالتالي يعني هناك استدعاء لهوية يمنية قديمة، يعني يجدون أنها ربما هي الحل لمواجهة الهوية الطائفية أو السلالية الموجودة حاليا. أنا أفهمك لكن هذا الفرض على أساس الثقافي، على أساس الأصول والمنابت والخلفيات يتشارك تماما مع التيارة الإسلامية الرجعية، مع تيارة الهوية الإسلامية والثقافية الرجعية التي تفرض الناس على أساس أصولهم ومنابتهم وخلفياتهم ومعتقداتهم وليس على أساس مصالحهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. نعم. هذه من ناحية. الأمر الآخر أن هذا الأجواء التي تصير في البلد بدل من تطوير فكرة المقاومة المستندة على مفاهيم العصر، على مفاهيم المواطنة والحقوق القانونية والمدنية وعلى فكرة الوطن، يذهب الحديث حول المسائل الثقافية. هذه ناحية. الأمر الآخر هو الموقف، طبيعة الهويات هذه التي هي أقل في الواقع من الأفق العربي وأحيانا حتى تمتلك موقف عدائي من فكرة العروبة ومن التاريخ العربي الإسلامي الذي هو أساسا أصل الهوية اليمنية المعاصرة، لأنه لا وجود لهوية يمنية خارج ركني العروبة والإسلام. أنا أقولها كذلك وأنا شخص يساري وماركسي، لكن عندما نعود للهوية هذا هو التاريخ الإسلامي والعربي الذي شكل هوية هذه المنطقة. نعم. إذن ما أبرزته الثورة العربية، أكمل هذه النقطة فقط. نعم. أنه من دون كسر الإطار ما يسمى الدولة الوطنية والكيانات الوطنية ليس هنالك أي إمكانية لحل أي من مشكلة المنطقة العربية. نعم. كل الأقطار العربية، كل الوطنية العربية لا تملك لا شروط التنمية ولا شروط السيادة ولا شروط الاستقلال، وبالتالي من دون كسر الإطار القطري والانطلاق إلى المستوى القومي
المنطقة ستظل مستعمرة وستظل في يد القوى الإقليمية والدولية المهيمنة، ولن تكون هناك عملية تنمية ولا عملية استقلال. اتضحت الفكرة أستاذ معن. أعود إليك أستاذ بشير، ربما توقفت عند نفس النقطة التي طرحها الأستاذ معن، يعني هل فعلا نحن بحاجة في هذا الوضع إلى استدعاء هوية قديمة؟ يتحدث الأستاذ معن يعني عوضا عن أن تكون هناك فكرة تتحدث عن قواسم مشتركة نابعة من مصالح اجتماعية وسياسية للمجتمع القائم، تعودون إلى الماضي لاستجاره عوضا عن تطوير فكرة المقاومة والمواطنة، تتحدثون حول مسالك ثقافية. وعادة مثل استدعاء مثل هذه الهويات القديمة هي تأخذ طابع ربما يعني موقف عدائي ضد العروبة والإسلام. ماذا عن يعني فكرتكم؟ اوكي، أولا أنا أعود لسؤالك اللي قبل السؤال هذا اللي قبل دخلت معنا. أعتقد أن هدفنا هو إعطاء طريق لليمنيين نحو المستقبل. طبعا نحن نبحث عن المستقبل، لن نعود للماضي فقط لمجرد العودة للماضي، أو أننا مجموعة من الفراغ الذين يبحثون عن شيء يفرغون فيه طاقاتهم. أعتقد أن أكثر القرون إشراقا في تاريخنا هي كانت وأكثر إلهاما هي الفترة التي كانت فترة الشمرين أو فترة السبعين أو فترة الولايات اليمنية القديمة. بعدها اليمن لم تشهد أي فترة حضارة أو فترة ازدهار حضاري على الإطلاق. نحن من هذا المنطلق عدنا إلى هذا التاريخ وهو جزء من هويتنا، جزء من مكوننا الاجتماعي والثقافي والسياسي اللي نتكلم عليه معنا. أيضا حرصنا الشديد والطبيعي هو من التهديدات التي تحدث الآن على الأرض. الحكم السنية تقول ببساطة فتش عن الحقيقة من الوقائع على الأرض. نحن الآن أمام تهديد وجودي كمجتمع يمني. هناك تغول طائفي، هناك تغول إقليمي، هناك تغول حتى على المستوى العالمي، على مستوى العولمة هناك تهديدات عديدة، وكل المجتمعات بحثت على دور حماية أو عن أفكار حماية لمجتمعاتها وعن مصالحها. نحن من هذا المنطلق ومن هذا الإطار نفتش عن وجودنا في إطار براغماتي واضح وصريح. بس أنا لا أفكر بشكل مثالي، أنا كنت أحد المثاليين ربما في فترة ما، وربما كنت أطرح أفكار مثالية ومع مبادئ إنسانية ومع أفكار سامية وعليا، ولكن أعتقد أن الواقع هو مختلف تماما. نحن أمام تهديد وجودي، أمام مأساة إنسانية يعاني منها اليمنيين، أمام تغول طائفي وسلالي وخطير ومهدد لمجتمعنا. طبعا نتكلم عن الدوره الاسلاميه وعن الدوره العربيه، لا يوجد نقش في التاريخ اليمني يتحدث عن اليمن كارض عربيه وهو عروبه في اليمن، وانما العروبه هي جاءت ما بعد الاسلام. كل النقوش الحميريه تقول ان ارض اليمن هي ارض العرب. العروبه جاءت بعد الاسلام، عفوا استاذ بشير، العروبة لم تأتي بعد الإسلام، يعني معروف أن قحطان وعدنان هذا قبل الإسلام، ويعرب أتى بعدها، والنشأة يعني العرب العاربة والمستعربة، هذا الموضوع قبل الإسلام بكثير. يعني على المستوى التاريخي وعلى مستوى ما يقوله المؤرخون، وليس هذا ليس اجتهادي، العربة تدور، أنا لا يمكن أن أخترع العربة، وإنما هي العربة تدور أساسا. فالمؤرخين التاريخيين يقولوا أولا عدنان لا يوجد له أي أثر أو دليل مادي على وجود شخص اسمه عدنان. أيضا قحطان هو ذكر مرة واحدة أو وجد نقش يدل على قحطان، وليس بالاسم المحضن باللفظة التي نعرفها اليوم. كل النقوش السبعية والحمرية تقول أن أرض العرب أو أرض عرب كما وصلت عليها أو تسمى باليمنية هي أرض مجاورة لليمن. لا أعرف كيف تحولت. أليس ذلك ضعف أستاذ بشير؟ اسمح لي، أليس ذلك ضعف أن نعود إلى رموز ولت ويعني موتى ونتداعى ونستدعي قوتنا منهم؟ ألا يمكن أن نكون أقوى بالحاضر بالمستقبل؟ لما يعني نحتمي نكون مثلهم، يحتمون بأنهم أولاد رسول الله وبأنهم من سلالة فلان، ونحن نحتمي بأننا أولاد حمير وأولاد عبهلة وأولاد سباء وإلى آخره. لما الاستدعاء يعني أمة مضت ولها ما عليها ولها ما لها، لما لا نبني حضارتنا الجديدة القائمة على المواطنة القائمة على، يعني هل بالضرورة حتى أقاوم يعني هذا السلالي أن أكون سلالي بصورة أخرى؟ أوكي، بس على أي أصول ثقافية وأصول حضارية تبني مثل هذه المفاهيم؟ أعتقد نحن لن نخترع العربة ولكن نجعلها عودة الحضارة الإغريقية مثلا، الحضارة الإغريقية أو الأوروبيين عندما بدأوا بفكرة التحديث أو فكرة التنوير في أوروبا عادوا للحضارة الإغريقية، للمنهج الفلسفي والعلمي التجريبي. يمكن أن نعرف النهضة الأوروبية ببساطة نعرفها بأنها حركة إحياء للتراث القديم ليس أكثر، هي كانت في هذا الإطار بهذا التعريف، أو بمعنى آخر هي كانت تغيير أسس الحياة الدينية القائمة على أسس حياة صاغتها الكنيسة إلى أسس وحياة صاغتها
صاغتها الفلسفه او العقلانيه في اوروبا. اعتقد اننا نحن في هذا الاطار نفكر بشكل مختلف واكثر حداثه واكثر مما يطرحه المجتمع. الجميع يريد ان نواصل ما نحن عليه، لا يمكن ان نواصل او نسير بنفس المركب الذي نحن عليه، لا يمكن. هذا مركب الان يغرق، مركب لا يمكن ان نتحدث عنه بان يمكن المواصله من خلاله. فكره العروبه وفكره الاطروحات القوميه وفكره الاطروحات الاسلاميه اعتقد انها فشلت فشل ذريع الان. الان الجميع يفتش له عن حل، ليس فقط اليمنيين وانما ايضا في سوريا في العراق في مصر في ليبيا، الجميع يفتش له عن حل وعن حل مفرد. هي النجاه الفرديه الان، او تفتش عن الحل الفردي، او الحل الفردي للاقطار العربيه الذي كانت في اطار يوم من الايام تبحث عن مشروع مشترك. لكن اعتقد هذا المشروع فشل ومؤشراته واضحه. ما نشاهده اليوم من حروب وما نشاهده اليوم من مأساة، اذا ناخذها بجديه وناخذها بشكل نعم استاذ بشير يعني نعم اعتقد اننا سنظل ندور نفس الدوامه. اعود اليك انت والاستاذ مع لمناقشه هذه الفكره اكثر، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ معن أستاذ بشير. قبل أن أعود إليكما ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ ديبان الحميري الناشط السياسي من صنعاء. مساء الخير أستاذ ديبان. مساء النور. أهلا بك أستاذ ديبان. ما هو المشروع الجامع أو الهوية الوطنية الكبرى التي يعني تجدون أنها قد تخلص اليمنيين جميعهم دون استثناء من حدة الاستقطابات كافة؟ طبعا الذي يؤسس لدولة مدنية محترمة هي فكرة المواطنة من أساسها، وفكرة المواطنة أساسا لا تتناقض مع الهوية أو مع استدعاء الروح أو استدعاء التاريخ اليمني برموز، لا تتناقض مع ذلك أبدا، لأنه الأساس في بناء القوميات هو وحدة اللغة والتاريخ وليس وحدة الأصل. ولا تكتسب قومية إلا بالانتماء إلى تاريخ أمة معينة. وعندما نقول بالانتماء للتاريخ اليمني فهذا مصدر من مصادر بناء الدولة، ولكن لا يعني استدعاء التاريخ اليمني كنظرية سياسية للحكم الآن. هذا غير ممكن أيضا، لأن هناك المشاريع الماضوية الذي يمثلها تيار الإسلام السياسي بمختلف مسمياته، هذه المشاريع تقوم على فكرة استدعاء الماضي ليس من أجل دراسته أو تحليله أو الاستفادة منه، وإنما لجعله حاضر يعيش بيننا، وهذا مستحيل أن يبني دولة. عفوا أنا لم أسمع حلقة كاملة، ولذلك قد أخذ من وقتكم القليل يعني. لا بأس. يعني أنا أعتقد إنه ما يتم الآن من طرح الموضوع القومية اليمنية وموضوع الهوية هو يعني عامل صحي ودليل وعي، دليل وعي ويقظة الوجدان والشعور بالذات، وهذا شيء طيب يعني، ولكن يعتمد على المآلات أو إلى ماذا سيصير ذلك الاتجاه. فإن ارتبط ذلك الموضوع بالكراهية للآخر، أي أن استدعيت قوميتي كراهية للآخر، فهذا ليس مشروع بناء وإنما مشروع هدم. ولكن أن تتجه القومية اليمنية كقومية سياسية ترتبط بأذر ثابتة مثل الانتماء لليمن، الافتخار باليمن، وتبنى على قيم مشتركة إنسانية مثل الدستور، المواطنة، المؤسسات، في هذه الحالة يحصل دمج ما بين الانتماء للذات والانتماء للدولة اليمنية، وأعتقد أن هذا الاتجاه هو الذي يجب أن نتجه إليه. أما القومية الإثنية التي تتعلق بالفرد أو بأصل الفرد أو بالسلالة فهذه ليست حالة إيجابية، وإنما ستؤدي إلى انتكاسات وزيادة في الانقسام في الصف اليمني بشكل عام. نعم.
إذن يعني هل بالضرورة أستاذ ذيبان يعني أن يكون هناك هوية معينة، انتماء معين لكي نستطيع أن نعيش تحت ظل مواطنة واحدة؟ يعني أنت تحدثت في البداية أن هناك يعني لابد من وجود وحدة لغة وتاريخ، وهذه ربما هي كافية لقيام أمة أو شعب ما. نعم، فهل بالضرورة يعني أن لمجابهة مثلا جهة تدعي انتمائها لجهة معينة أو سلالة معينة لكي أستطيع مجابهتها أو الوقوف ضدها حتى لا يتماهى يعني معها الكثير، أن أستدعي قومية أخرى حتى أستطيع التغلب عليها؟ لا، أنا لا أستدعي قومية أخرى. أنا أطالب من أساسا من يدعي انتماء إلى سلالة أو انتماء إلى طائفة أن ينتمي إلى اليمن أولا، أن يعود إلينا. المشكلة هي كيف تنشأ مثلا فكرة القومية. هناك طرق عدة لنشوء فكرة القومية. القومية مثلا القومية العربية التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى، هذه القومية نشأت مضافة لفكرة الخلافة العثمانية، أي استرداد الحد من المسيطر العثماني. لا. القومية الأوروبية كذلك، القومية الأوروبية في بداية القرن الثاني عشر وآخر القرن الثاني عشر دامت على هذا الأساس، استعادة الحد من السيطرة المسيحية ومن فكرة الأمة المسيحية التي أبعدت المواطن من فكرة المواطنة. لا. كذلك اليمن عين مشكلة. المشكلة هل لم يعد لها وجود، ولكن عندما شاء في ظل فكرة الجمهورية والمواطنة لم يعد وجود لفكرة إنشاء قومية جديدة أو استدعاء قومية تاريخية، ولكن استلاب الجمهورية الجامعة المشتركة اليمنيين أدى إلى نشوء مثل هذه الدعوة. وبالتالي لابد من إعادة الجمهورية أساسا وقيم الجمهورية والتخلي. أنا شخصيا لا أستطيع أن أقول لمن يفتخر بيمنيته لا تفتخر بيمنيتك، ولكنني أستطيع ألوم من لا يفتخر باليمن، من ظل في اليمن لألف سنة وهو يعتبر نفسه ليس يمني وإنما مولود في اليمن. هذه المشكلة يجب أن نوجه أصابعنا ونقدنا إلى هذا الاتجاه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب. كذلك عفوا للإطالة يعني من أسس القومية الإنسانية، أساس القومية بشكل عام يعني في العالم كله هي التاريخ، وحدة التاريخ واللغة والثقافة والمصالح المشتركة. وحدة الأصل لا تنشئ قومية، وحدة التم لا تنشئ قومية إطلاقا، هذه تنشئ أدليات. وأعتبر قد يكون الوقت قصير، ولكن هناك نقطة مهمة جدا. نعم. فكرة الظلمية على الدم، على أساس الدم أو على أساس النسب، هذه تؤسس لمفهوم خطير جدا نقع فيه، وهو مفهوم الدولة الطائفية، لأنه هذا يبرر لمن يضع من أمام العالم أننا طائفة أجنبية نريد أن نضمن حقوقنا، نريد أن كذا، وبالتالي يؤسس لفكرة الدولة الطائفية. نحن في اليمن نريد دولة المواطنة، وهي الدولة الوطنية وليس الدولة الطائفية. هذا فخ مهم جدا الذي يقع فيه أكثر يعني من يدعون أو شكرا لك اليمنية دون إدراك. نعم، الكاتب ذيبان الحميري شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ معن. أستاذ معن، يعني تحدث الأستاذ ذيبان وأتمنى أنك استمعت له، يعني أن المواطنة هي لا تتناقض مع استدعاء التاريخ، وهناك يعني لابد من وجود وحدة اللغة والتاريخ، ولكن هو ركز على نفس النقطة التي تركز عليها، ما إذا كانت تقدمية أو رجعية، أي استدعاء للتاريخ ينشئ الكراهية غير مقبول. أود أن أسألك، هل استدعاء هوية الأرض الحميرية مثلا أو السبائية وغيرها من الحضارات اليمنية القديمة كفيل بتقوية موقف القضية التي نعيشها اليوم ويساندها، أم أنه يضعفها؟ من حيث المبدأ الاستعادة التاريخية أو محاولة الإحياء الثقافي والتاريخي لا تشكل مشكلة، وقد تشكل عامل إغماء للواقع الثقافي والاجتماعي.
المسألة عندما تتحول إلى نزعة سياسية أو إلى تيار أيديولوجي أو إلى مشروع أيديولوجي، مطلوب منها أن يقدم إجابات على الراهن، على المسائل الاجتماعية والاقتصادية. نعم. إذا تحولت المسألة إلى فرض على الأصول والمنابت والهوية الثقافية، فهو يلعب نفس الدور الذي تلعبه الهويات الثقافية الرجعية التي سائدة في المنطقة، باستثناء يعني مفارقة أنه يعني تستند هذه الهويات الرجعية من داعش إلى الحوثي على جزء من التاريخ النصف الحي. فكرة الإسلام والمذاهب والعروبة هي تاريخ موجود حي، لا نستطيع أن نلغي هذا النصف الحي أو الذي على وشك الموت ولكنه ما يزال موجود تعبيراته الثقافية والاجتماعية في المجتمع لمصلحة الانتماء إلى تاريخ ميت. نعم. إذن أستغرب كيف يمكن أن يقال أن المنطقة اليمنية ليست عرب وإسلام. على فرض ذلك ومسألة الهوية هي مسألة متغيرة وتتغير في التاريخ، اليمنيين اليوم ومن وقت طويل هم عرب ومسلمين، لا يمكن تصديق أنه يمكن نفي ذلك لمصلحة أن هنالك من عاش في هذه المنطقة قبل 2000 سنة لم يكونوا عربا ومسلمين على فرض، رغم أنه هذه النظرية هي نظرية استشراقية. نعم. كل هذا الحديث عن القوميات المتعددة في منطقة الوطن العربي نوع من الإنشاء الاستشراقي الغير علمي. شعوب المنطقة هذه في الجزيرة العربية والشام وحتى جزء من شمال أفريقيا من السريان إلى النبطيين إلى عرب الجنوب، وهم في الواقع يتشاركون نفس الخصائص الثقافية والاجتماعية، وهم تطوير نفس اللغة ونفس الخط، وبالتالي هذا نقاش علمي آخر لكن لا أريد أن أخوض فيه. نعم. إذن شكرا. المسألة الأساسية حتى في التاريخ اليمني المعاصر بين النزعة ما كانت تعرف بالنزعة القحطانية والتي كانت تزعمها بعض الأسر القضاة مثل البيت الإرياني والحجري والأكواع، وبين الوطنية اليمنية الحديثة التي نشأت في الثلاثينات والأربعينات، أن الوطنية اليمنية الحديثة هي مشروع سياسي له مضمون اجتماعي بالانتماء للعصر ودولة المواطنة وفكرة الجمهورية. استخدام الرموز الثقافية اليمنية حتى كما عمله أقصى اليسار اليمني، كما نشاهد في تسمية عبد الفتاح إسماعيل نفسه ولا عمر الجاوي ولا راشد محمد ثابت، كانت بدلالة استخدام هذا المخزون الثقافي لأسباب تقدمية وللتقارب من ثقافة الشعب وإعادة إحياء الاعتزاز الوطني، وليس لاستعادة يعني خيال يعني ينتمي إلى العصور الوسطى. نعم. وبالتالي المسألة هي في المضمون لا خلاف في الشعارات، حتى أوروبا الحديثة كما قال بشير استعادت الإرث الروماني واليوناني، المسألة ليست في الشعار الذي لا خلاف عليه، المسألة في المضمون الاجتماعي السياسي والاقتصادي لهذا الشعار. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. عودة إليك أستاذ بشير. أستاذ بشير، استمعت لطرح الأستاذ ديبان والأستاذ معن، هناك تخوف من أن تتحول هذه القومية إلى يعني منطق عنصري جديد، يعني ما الذي يضمن ألا تتحول دعوة إحياء الروح القومية اليمنية إلى دعوة عنصرية لا تقل سوءا عما نعايشه اليوم؟ وأنتم للأسف يعني أظهرتم أن من يختلف معكم بالفكرة فقط حتى لو كنتم بنفس الصف أو بنفس الاتجاه مع الشرعية وضد الانقلاب، وهذه الفكرة تكيل له التهم فورا وتجردونه من يمنيته ويعني تهاجمونه بطريقة ربما تنفر الكثير من هذه الفكرة، يعني ربما كانت قناة بلقيس على قائمة من تم تهمتها. أستاذ بشير، أولا أنا أحيي رفاق الأقيال على صمودهم في هذه اليومين الماضيتين والذي تعرض فيه لهجوم كبير من منصات متعددة. منصات لا والله ما شاء الله ما أخذوا حقهم بزيادة، ما قصروش يعني، ما تخافش عليهم. منصات متعددة، منصات تكنولوجية ومنصات سياسية من أولا ومنصات أيضا مختلفة، كان هدفها فرض هذا التيار الواعد، وفي تصوري راه واعد ومقدم على مستقبل كبير. لكن أولا أريد أن أعود إلى نقطة، إذا ما قالوا معا عن ضرورة تقديم برنامج اقتصادي أو برنامج ذو مضمون اقتصادي، أعتقد نحن لم نعلن أنفسنا كتنظيم سياسي أو مشروع تنظيم سياسي ونحن مقدمين على انتخابات حتى نقدم مضمون اقتصادي. نحن حركة تعبر عن استكشاف بديل لما هو واقع على الأرض، تعود إلى إحياء إرث يمني من منطلق حضاري وإنساني
ينشد طريق للمستقبل اليمنيين. وايضا نحن كل ايقوناتنا التي نقدمها هي يمنيه خالصه، باعتبار ان كل الايقونات التي كانت سابقا طوال 1400 عام او اكثر كانت هي ايقونات لا تعبر عن اليمنيين ولا تعبر عن هويتهم ولا تعبر ايضا عن حضارتهم اليمنيه. وعلى العكس تعرض اليمنيين في الفتره الماضيه لعمليه تجريب، اذا كان الجنوبيين قاموا بثوره ونجحوا فيها واستعادوا جزء من ارثهم ومكانتهم الحضاريه داخل اليمن بعد تجريب ثقافتهم التي كانت قصيره لفتره قصيره للغايه. نعم استاذ بشير، نعم يعني انت تعيد لي نفس الكلام، لم تجيب علي، يعني كيف تتعاملون، يعني كيف تطمئن الناس لفكرتكم وانتم تتعاملون مع الاخر المختلف معكم بهذا الهجوم وبالاقصاء وباعطائه صفات يعني سلاليه ومتوردين واسماء اخرى، يعني كيف يمكن ان اطمئن انا لحركه مثل هذه الحركه وهي مجرد ان اختلف معها تكل لي التهم والشتائم؟ هو ما حدث كان في اطار حوارات ساخنه وصدرت اساسا من مناوئين للحركه، هم اتهموا الحركه واتهموا التيار بالفاظ وافكار اكثر تطرفا واكثر قسوه، وصفوا بانهم مجموعه من الكفره ومجموعه من كما قال مثلا، انا لا اريد ان اسمي الاشخاص، نعم، ولكن وصفوا لا داعي، نعم، متعدده وتقليل بالضبط وتقليل من وجودهم. اعتقد انها رده فعل طبيعيه. ايضا نحن تيار مفتوح على الكل، سيكون هناك تعبيرات متعدده، هناك التيار ليس منضبط بادبيات معينه، ليس هناك مدونه سلوك محدده داخل التيار. بالتاكيد هناك افراد يعبرون عن حاله غضب ونحن نعم. في اطار صراع وجودي، فمن الطبيعي ان تظهر هذه التعبيرات على مسرح الصراع. نعم. إذن شكرا جزيلا لك. بالتاكيد نحن نراهن على ان هذه الامور ستنضج وستكون في المستقبل اكثر، وخاصه اننا نتاسس على مبادئ انسانيه كما قلت سابقا، مؤسسه على الحريه وعلى خطاب اكثر تنوير واكثر قدره وشجاعه على ما قدمه الاخرين من افكار سواء كان احزاب او تيارات وطنيه سابقه. شكرا جزيلا لكم ايضا. نعم شكرا جزيلا لك بشير عثمان الكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا. وعوده او ينضم معنا ايضا الاستاذ محمد طعيمان الباحث والمؤرخ عبر الهاتف من السعوديه. مساء الخير استاذ محمد. أستاذ محمد هل تسمعني؟ نعم، إذا يبدو أنه لم يعد موجودا للأسف. إذا مشاهدينا الكرام وصلت إياكم إلى نهاية هذه الحلقة. في نهاية الأمر أعتقد أن مبدأ المواطنة هو المبدأ الأول الذي يسعى إليه جميع اليمنيون الذين ما زالوا يحافظوا على إنسانيتهم، الإنسان كمشترك لغة وأرض ودين، ربما هي أبرز الأولويات لنا في هذه المرحلة. علينا مجابهة الانقلاب، أن نتوحد في صف الشرعية وأن نواجه الانقلاب عوضا من شرخ يعني أو إحداث نعرات أخرى لسنا بحاجتها وليس وقتها الآن، هذا رأيي ربما. شكرا لكم متابعينا، وإلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.